ايه راح فين؟ تعالى معايا. السلام عليكم، صباح البركه، صباح السعاده، صباح الانسانيه والجمال والرحمه. السلام عليكم، معاكم محمود من قناه روى لايف. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقه دي بتتصور مدينه سماره لعلمكم، ومن مدينة سمارة كمان مرة. بالمناسبة احنا في منطقة كامسامولسكايا، ومن مدينة فلاديفوستوك، وحلقة جديدة النهاردة في مدينة نيجنوفغرود. اول ما بتخرج الى الجورد من مدينة اورينبورج، احنا تقريبا في كازاخستان. هنزل المنزل ده معاكم دلوقتي في مدينة تيومين، لسه في مطار فلاديفوستوك، من المدينة الخضراء اللي اسمها كراسنودار، من مدينة ديميتروف جراد دي في تاترستان، جنوب تاترستان بالظبط. خارجين للمدينة، انهي مدينة؟ خبروفسك، مدينة خبروفسك، اكبر فندق في موسكو وفي روسيا كلها. انا في مدينة يومين من مدينة يكاترينبورغ. اهلا بكم في اوفا، في اوفا باشكورتستان. وصلنا الى مدينة ايجاوسك. انا الان في مدينة يومين من مدينة كازان العريقة العظيمة، بنعمل حلقة جديدة النهاردة. وصلت لمدينة أكتيابسكي، أكتيابسكي مدينة في باشكورتستان. وصلنا مدينة أوفا الجميلة، مدينة خبروفسك، ومن مدينة بيتر، من مدينة يكاترينبورغ. الساعة دلوقتي 7:30 بالليل، من مدينة كازان من تاترستان، من أمام النصب التذكاري ده في مدينة أوفا. مدينة هنا في مدينة سان بيترسبورغ، لينينغراد سابقا، في مدينة تشيلابنسك. بعمل حلقة النهاردة من مدينة توي موزل، من مدينة أكتيابرسكي. أول ما تطلع من محطة نجمة وفرد بتلاقي ايه؟ من مدينة تشيك ماجوش في باشكورتستان، في مدينة اسمها كارباتشيفا. ايه رأيك في مدينة يكاترينبورغ؟ تفركش وتتخانق مع مراتك وتتصالح مع مراتك، وصاحبك يتأخر عليك وبعد كده يقول لك مش جاي، وبعد كده بعد ما توصل لاخر الاسكليتر يقول لك انا خلاص انا وصلت. يعني في احداث كتيرة ممكن تحصل في الثلاث اربع دقايق اللي بتحصل، او زي ما بيحصل دلوقتي مثلا، الناس تعكسك، انت تعكسهم، لان احنا هنا في المحطة دي حديقة، يعني بتقول ايه، كل واحنا في ويك اند بقى، كل التينز، كل الشباب، كل الناس الصغيره بيتجمعوا بقى في الويك اند، ودول مروحين، دول ناس محترمه بيروحوا بدري، في ناس ثانيه بتقعد بقى لحد واحده واثنين وثلاثه. خير؟ يلا ربنا يكرمك. وصلنا الحمد لله، يلا مبروك عليك. هوريكم بس الديزاين بتاع المحطه، مهتم قوي بالديزاين بتاع المحطه. مهم، فاتنا المترو بس خلينا نشوف المحطة اهم حاجة. عجبتكم المحطة؟ يلا إلى اللقاء في الحلقة القادمة، أشوفكم على خير بإذن الله، السلام عليكم.